ايه الكلام؟ في الفيديو ده هتعرفوا ازاي تعملوا فيديو زي اللي هتشوفوه دلوقتي باستخدام الذكاء الاصطناعي. خطوات سهلة، نتيجة احترافية. تابع الفيديو للنهاية ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف محتوى اكتر زي ده. يلا بينا نبدأ. مستقبل التكنولوجيا بدأ وانت ممكن تكون جزء منه دلوقتي. مع الذكاء الاصطناعي هتقدر تصمم تطبيقات، تبني مواقع، وتعمل فيديوهات وصور احترافية في ثواني. على قناة عمر عصام للذكاء الاصطناعي هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تستغل القوة دي في أفكارك. خلي المستقبل في إيدك وابدأ دلوقتي. اشترك عشان تكون الأول واحد يكتشف الجديد. السلام عليكم ورحمة الله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بعد كل تجربتي لكل المواقع اللي بتعمل فيديوهات بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي، فانا جاي اديكم الخلاصه ومش هطول عليكم، ويلا بينا نبدا خطوه خطوه. هنخش على جوجل، نفتح تشات جي بي تي عشان نعمل جينيريت او نكريت الشخصيه اللي هتبقى بطله القصه معانا. وعلى فكره ممكن تعمل وصف لاي شخصيه انت عايزها، صلاح الدين مثلا، سيدنا سليمان، واحنا بنشوف فيديوهات كتير قوي وناس كتير بتقدم المحتوى ده. بس انا اقول له هنا كرييت رومت فور جينيريت ايمج فور ديفلوبر، انا عايز واحد مبرمج دلوقتي واعمل لي جينيريت للبرومت اللي انا هاخده وانشئ من خلاله الشخصيه. حلوه، وهو دلوقتي هنشال الشخصيه. انا هاجي على تاني خطوه اقول له قم بكتابة نص للشخصية أتحدث فيها عن قناة عمر عصام للبرمجة بالذكاء الاصطناعي مثلا. يعني أنا عايز النص اللي هو هيقوله الشخصية في الفيديو. تمام، ولو عايز أعمله بالإنجليش هقول له أعمله بالإنجليش. كده هو كتب لي النص وأنشأ لي الشخصية. هنخش على تالت خطوة. بس قبل ما نخش على تالت خطوة هنخلي الموضوع مشوق أكتر. هقول له اكتب النص باللغة المصرية العامية. تمام، تالت خطوة هي ان احنا هنحول النص دوت لصوت حقيقي. هناخد النص زي ما هو كده كوبي، وهنروح على موقع ليفن لابس مجاني تماما برضو، ونخش على اول لينك، تعمل ساين ان بالجيميل بس، جو تو اب. حط النص بتاعنا، اختار الفويس، انا عايز حد بيدعم اللغة العربية، عربيك. يعرف يبدأ كويس. يا زينب يا حبيبتي، ألا تشعرين بالبرد؟ إن الليل بارد جدا، تعالي إلى داخل. قولي جنريت. إزيكم يا جماعة، لو أنت مهتم بالبرمجة والذكاء الاصطناعي لازم تعرف عن قناة عمر عصام للبرمجة. بصراحة القناة دي كنز لأي حد عايز يتعلم البرمجة أو يخش في عالم الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط وممتع. عمر بيشرح المواضيع بطريقة سهلة وبسيطة. جميل جدا طبعا. في أصوات تانية كتير جامدة، في هيثم ده مثلا جامد برضه. جامد طبعا. ممكن نعمل في جينيريت بصوته. مستقبل التكنولوجيا بدأ وانت ممكن تكون جزء منه دلوقتي. وهمي طبعا. مع الذكاء الاصطناعي هتقدر هنيجي نعمل داونلود للفويس من هنا، ومجاني تماما مطلوبش منك اي حاجه. بننزل في الداونلود. ازيكم يا جماعه، لو انت مهتم بالبرمجه والذكاء الاصطناعي يلا بينا على الخطوه الجايه، وهي موقع هيدرا اي اي. هيدرا اي اي start for free. mean creating
اخش الجيميل. الخطوات كلها سهلة وبسيطة بتالي وكلها مجانية تماما، مش تدفع في اي حاجة خالص، بعكس اللي هما بيقولوه في الفيديوهات التانية. يعني انا دخلت على اكتر من موقع وقالوا ان هو مجاني، وبتيجي لما عشان تحمل الفيديو يقول لك لا ادفع. اكسب سنتبه تجري كريت اكاونت. لسه هخش الاول مرة. اول حاجة هعملها هو ان انا اعمل ابلود للفويس اللي انا لسه منزله. كليك يلا بينا في الداونلودز. كده سحبت الفويس. فاكرين بقى الشخصية اول حاجة خالص عملناها؟ خدها زي ما هي كده كوبي. هخش على موقع هيدرا اي اي، هدي له الديسكريبت بتاع الكاركتر، هحط له دي كريت ومجاني تماما. هو كاتب لك تحت فيه يعني. طب اقول له كريت تاني لحد ما الاقي الشخصية ده انا خلاص استقر عليها. مثلا ده معقول. اخر حاجة خالص هقول له جنريت بيت، وبيقول لي 1 minute. كده هو خلص جنريتنج بالفيديو. نشوف مع بعض يحمسكم يا جماعة. لو انت مهتم بالبرمجة والذكاء الاصطناعي لازم تعرف عن قناة عمر عصام. بصراحة في كنز لأي حد عايز يتعلم. حاجه محترمه جدا. الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط. بالمثل بقى ومدة 30 ثانية. يعني عايز تعمل شورتس، عايز تعمل أي محتوى، الشخصية اللي انت عايزها يعني انا شايفه حقيقي جدا. عمر بيشرح المواضيع بطريقة سهلة وبسيطة. طب الداونلود عمل داونلود من غير ما يطلب مننا اي حاجة. البداية للنهاية كنت صادق معاكم، ما كانش فيه اي حاجة بفلوس، كله مجاني تماما. طبعا ممكن تظبط انت الفويس، ممكن تخليه باللغه العربيه الفصحى، ممكن تخليه بالانجليش زي ما انت عايز. الفيديو عندك وجاهز. ممكن نعمل جنريت لكاركتر تاني بصوت هيثم دوت اللي احنا عملنا له داونلود اخر واحد. نعمل ابلود داونلود هيثم. ناخد نفس الكاركتر ديسكريبشن كريت. ده شكله عجيب. ده لا برضه، بس عايزين الحجم، حجم حجم اليوتيوب. ده حلو. ده نعمل جنريت. الفيديو التاني برضه خلاص اهو، نيجي نشوفه. مستقبل التكنولوجيا بدأ، انت ممكن تكون جزء منه. ده جامد جدا. ده مع الذكاء الاصطناعي تقدر تصمم تطبيق. ده برضه هنعمله داونلود. نزلنا له. طيب في علامة مائية تحت، في علامة مائية بسيطة. طب في ناس مش عايزاها، نعملها بحاجة بسيطة جدا. وقبل ما نشيل العلامة المائية في حاجة مهمة جدا، من هنا احنا بنختار الحجم بتاع الفيديو، سواء انت كنت عايزه شورتس، سواء انت عايزه فيديو يوتيوب عادي، بختار الحجم وبعمل جنريت. المهم نرجع لموضوعنا ونخش على الكات عشان نشيل العلامة المائية. كريت بروجكت. يا جماعة الخطوات دي كلها مجانية من غير أي حاجة خالص. Import الفيديو بتاعنا
نسحبه لتحت. طبعا انت في المونتاج هنا بقى زي ما انت عايز، عايز تحط له ساوند افكت، عايز تحط له ميوزك، عايز تعمل انيميشن زي ما انت عايز. شكله هنا حاجة بسيطة جدا بس، والموضوع خلاص. وطبعا في حاجات كتير جامدة ممكن احنا نضيفها للفيديو، يعني ابسط حاجة ممكن نحط الكابشنز مثلا اللي هي الكتابة اللي بتظهر وهو بيتكلم، نعمل لها جنريت. بس هتأكد لو هو مثلا بيتكلم عربي، هتأكد السبوكن لانجوج عربك، وظبط الفونت، خليه مثلا 14، خليه بالاصفر مثلا. طبعا في افكتات وتمبلات والكلام ده كله، شوف كده. بصراحة القناة دي كنز لأي حد عايز يتعلم البرمجة. نيجي بقى على آخر حاجة، نعمل اكسبورت، نزله على الجهاز. سيكم يا جماعة، لو انت مهتم بالبرمجة والذكاء الاصطناعي لازم تعرف عن قناة عمر عصام للبرمجة. بصراحة القناة دي كنز لأي حد عايز يتعلم البرمجة الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط وممتع. عمر بيشرح المواضيع بطريقة سهلة وبسيطة، بيبدأ معاك من الصفر لحد ما تبقى فاهم كويس. هتلاقي على القناة شروحات عن لغات البرمجة المختلفة، ومشاريع عملية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان نصايح عملية سيكم يا جماعة، لو انت مهتم بالبرمجة بس تمام وبين فضلك تلاوت بوت بتاعنا. سيكم يا جماعة، لو انت مهتم بالبرمجة والذكاء الاصطناعي لازم تعرف عن قناة عمر عصام. ربكم في التوب صراحة. شكرا ان انتوا كملتوا مع الحد الاخر.